كان الكلام في القاعدة الخامسة التي نحتاج إليها للدخول في أبحاث فقه المرأة، وأشرنا إلى مقدمة أو في مقدمة هذه القواعد إلا أن هذه القواعد ليست مختصة بفقه المرأة، ولكنه هذه القواعد ضرورية لأبحاث فقه المرأة. في القاعدة الخامسة أعزائي قلنا أنه من الضروري جدا أن نميز بين ما هو عرفي واجتماعي وبين ما هو ديني، لأنه ما كان دينيا باعتبار من الاعتبارات فهو ثابت غير متغير، وما كان عرفيا اجتماعيا بطبيعة الحال يختلف باختلاف الأعراف والتقاليد. وهذه القضية يمكن أن تؤخذ بشكلين، التفتوا جيدا. مرة تؤخذ أنه كان عرفيا وتحول وصار ماذا؟ دينيا. ومرة أخرى أن الدين كان محدودا بحدود معينة، ولكن الأعراف أضافت على ذلك الديني فصار ماذا؟ فصار أوسع نطاقا. يعني على سبيل المثال دائرة الحجاب بالنسبة إلى المرأة لم يكن بأنها كلها عورة، لم يكن هكذا في صدر الإسلام، لم يكن كذلك، ولكن من خلال مجموعة ظروف وروايات وأفهام العلماء والفقهاء والعادات والتقاليد والاحتياطات أدت إلى أنها تكون كلها ماذا؟ كلها عورة. وكم له نظير. عد هنا أيضا يستدل بماذا؟ يستدل بعرف المتشرعة، سيرة المتشرعة، مع أن هذه السيرة صحيح للمتشرعة، ولكن منشأها الاحتياط، منشأها فتاوى الفقهاء، منشأها الأعراف والتقاليد التي ربي عليها هذا المتدين، ليس منشأها البعد الديني أعزائي. هذه قضية لابد، طبعا قلت لكم هذا ليس مختص بفقه المرأة، كثير من الذي يعبر عنه بأنه حكم شرعي مثل الأمس اللي أشرنا إليه مسألة إبقاء ماذا؟ اللحية مولانا. الآن واقعا في العرف المتشرعي هذا جزء من ماذا؟ جزء من الدين، أصلا جزء من الدين. هسه خطورة هذه أين تكمن؟ خطورة هذه تكمن أنه لم يكن دينيا وصار الآن ديني، فمن الناحية الاجتماعية من لم يلتزم به نعتبره ما هو؟ غير متدين. نعتبره ما هو؟ غير ديني. نعتبره فاسق. الأثر الآخر وهو أن هذا الإنسان عندما يحلق اللحية فيقال له فاسق، هذا يؤثر عليه نفسيا، يقول ما دام أنا مو متدين هذا ماكو فرق، بعد هذا لا ألتزم به، ذاك شنو لا ألتزم به. وهذا كم له نظير، أنه من الناحية النفسية عندما يشعر أنه صار ماذا؟ صار معاقبا ومن أهل النار. هسه بعد لا يفرق أنه من أهل النار بسبب عمل واحد أو بسبب ماذا؟ عشرة أعمال. ثم ماذا؟ بالمثل الفارسي المعروف يق وجب يا سد وجب، ما يفرق بعد. أنه إذا إنسان غرق في الماء هسه ما يفرق بأنه غرق فوق رأسه يوجد ماذا؟ شبر من الماء، أو يوجد ماذا؟ 100 متر من الماء، ما يفرق. أنت إذا من أهل النار بعد على شنو تصلي مولا؟
انت عندما هذه المرأة لا تلتزم بالحجاب بالمعنى الذي عندك مو بالمعنى الديني، التفتوا هسه حتى بالمعنى الديني واحدة من الذنوب هسه ما ادري همتها يعني لم يثبت انها من الكبائر، بالمعنى بالمعنى العرفي انت تقول لي تقول لها ماذا؟ ها انت معلقة في نار جهنم من ماذا؟ من شعرك. خب بعد اكو فائدة صلاة لو ما اكو فائدة صلاة؟ وعلى شنو تصلي وعلى شنو تصوم وعلى على شنو لا تتزين وعلى وعلى الى اخره. ولهذا تجدون الان عادة احنا عندما ندخل الى مجتمع اول ما يلفت انظارنا يقول لا مجتمع متدين، ليش؟ لانه كلهم متحجبين ولا النساء. مجتمع شنو؟ غير متدين، لماذا؟ لانهم لا يلتزمون بالحجاب. مع انه هذا ليس المقياس، هو من قال بانه هذه الطريقة من الحجاب هي طريقة ما هي؟ مرتبطة بالدين، هي مرتبطة بمجموعة من الأعراف والتقاليد والثقافات. ولهذا تجدون، وهذا ما يؤكده شمس الدين رحمة الله، علامة شمس الدين في كتابه الستر والنظر، أعزائي الستر والنظر في صفحة 25 هذه عبارته، التفتوا إلى العبارة، هو عبارة مهمة، يقول بل من المعلوم إجمالا في بعض الحالات وتفصيلا في بعض الحالات أن بعض عناصر هذا العرف، العرف اللي متشرعة موجودا بيننا أن الحجاب لابد أن يكون بالطريقة الكذائية، تكون من العادات والأعراف الدخيلة المستحدثة التي لم يصنعها الشرع. الشارع ما صنع، الشارع كان عنده ميزان معين للحجاب ولكنه بمرور الزمان اخذ ماذا؟ ها توسع، تشدد، تغلظ، وحيث انه احنا نجده هذا بين المتشرعة فنقول سيرة المتشرعة. يقول التي لم يصنعها الشرع وإنما أنتجها الإرث الثقافي الذي تأثرت به المجتمعات الإسلامية نتيجة لتفاعلها مع أهل الأديان والثقافات الأخرى خصوصا في القرون الأولى، أعزائي في القرن الأول والثاني، واللي عندما دخلت الأقوام الأخرى المسيحية اليهودية الفورس الروم ما أدري إلى آخره، هؤلاء دخلوا بلا ثقافة، لو مع ثقافاتهم مع عاداتهم مع ثقافاتهم مع إلى آخره. وهذا النوع من الأعراف لا يصلح مرجعا لفهم ماذا؟ لفهم النص الشرعي. ما أدري واضح أعزائي؟ فلهذا لابد أن تلتفتوا إلى ذلك، هذه نقطة لابد أن يلتفت إليها.